وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. مسرح الإذاعة المغربية يقدم. من قال المال يصنع الرجال؟ من قال المال عليه التعوال؟ شكون يضمن حسن المآل؟ بجميع الفلوس هذا هراء، شحال منهم مشاو خلاوه، سرقوا نهبوا ومعاهم ما داوه، زرعوا الشر طبعا الحرام جناوه. فين النقاء؟ فين الصفاء؟ ظلموا هذا الآخر شاوه، خطفوا ذا واليتيم كلاوه. يا ويلهم يا ويلهم عقاب المولى مساوه. والسؤال دوما أين الوفاء؟ أين الوفاء؟ أين الوفاء؟ مسلسل إذاعي في حلقات، كتبه للإذاعة محمد أحمد البصري، إخراج أنور الجندي. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام. شكون؟ خالي حميدة؟ هذا نهار كبير هذا. حياني خالي، والهم تما من نهار تزوجتي ما بقيتي تعرفي حد. إيوا الكلام كتير، ربي اللي عالم بيا باللي أنا بريئة، وديك الشيطانة ديال أختي كذبات عليا وخلقات لي مشاكل مع أمي. وتفضل تفضل بعدا جلس. أنا جيت على لا نطلبك تجي معايا، أمك مريضة وأختك في السبيطار في حالة خطيرة، يمكن تجبريها يمكن لا. الله 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 الله، وهذا الدم اللي بيناتكم حرام يبقى مقطوع. مرحبا بكم. بلاتي أنا خارجة معك، المهم تعرف اش وقع بالضبط قبل ما نمشيو للدار. وتفضل تفضل خالي جلس. يا بسم الله. الله، انا ما بغيت شيء نمشي لدارك، راجلك ما كان عارفه شيء، وزيدون يمكن ما يعجبك حال. بالعكس، هما اللي تخاصموا معايا وقطعوا معايا العلاقات. رجلي اللي قالت اختي خطفتوا ليها ما كانت عندها مع حتى علاقه، كان كيعرفها غير في الحومه جارته وصافي. هي ما علينا شيء. اختي كانت واقفه عند مول الشفنج، ضحك معاها وقال لها هذه الجمله لا غير، كيظهر ليا غادي نجي نخطبك مع عند امك. ايوا مسكينه وهي تعيش في الاوهام، وردت بيناتهم علاقه وانا خطفتو ليها. وسير وسير وسير، هذيك سيدي راه حمقه. ايوا هادشي اللي كاين. ايوا ربي شاهد، وغادي نقدم لك راجلي تسمع من فمو الحقيقه. امي طيقاتها وكذبتني انا. ايوا الله يعاونهم بجوج. ايوا امك ما سمعتي عليها والو؟ لا لا، هادي شهور خفت نمشي لعندها تجري عليا من الدار. ايوا ما رضيتيش بيها؟ كيفاش وعلاش ما رضاش بيها؟ هذيك راها امي يا خالي، فهمتي ولا لا؟ والنهار اللي تعرف الحقيقه من ديك بنتها هي تجي تعتذر ليا وتطلب مني المسامحه. ايوا وترضي بامك تخدم في الديور عند اللي يسوى واللي ما يسوى شيء؟ تصبن وتجفف، ولما تمرض ما تلقى شيء اللي يعطيها حتى عضات الخبز. كيفاش امي كتخدم في الطيور؟ واش انتي في الدنيا ولا لا؟ من يوم كانت وهي مسكينه ضعيفه ما عندها حد من غيرنا. ايوا انا راكي عارفه ظروفي. كيفاش امي كتخدم في الطيور؟ وايها لا لا، وشافوها الناس كتسعى الى ما كذبوا شيء. لا 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 لا، ما يمكنش ما يمكنش. اجلسي يا لالا الارض، راه هذه هي الحقيقه. اما اختك عدوتك راها مطروحه في السبيطار، شربات السم وكانت غاديه تموت. ولي 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 ولي، كيفاش هادشي؟ هي دابا انا وليت مجرمه ما نستحقش الرحمه. ايوا دابا البكا من مور الميت خساره. دابا حاولي تصلحي الاخطاء اللي فاتت، وهادوك منك وانتي منهم، وعمر الدم ما كيرجع لنا. وعلاش حاولت تنتحر؟ حليمه مسكينة قصتها قصة، خرجت تقلب على سعدها ما طاحت غير في ديب أضحك عليها وتقت به وهرب وخلاها حاملة في شهرها الأول. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ونعتوا ليها لالا شي عشوب بغات زمعها تمحي آثار الجريمة،
لان ما بقى حتى حل قدامها وكانت غاديه تموت. عتقوها غير الجيران وداوها للطبيب. شوف خالي، فلوسي وكل ما كان كسب مستعد نصرفهم عليهم. من اليوم ما عندي فرق معه. الله يا ربي يا ربي يا ربي سامح لي يا ربي. وفعلا دات معها امها وخوتها وبرات بهم وحاولت تعمل كل ما في جهدها باش تساعدهم. خالي حميده، اهلا 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 وسهلا. اه مرحبا، ونهار كبير هذا. زيدوا تفضلوا تفضلوا. ايوا هذه هي الحقيقه اخويا حميده، استرنا عرضنا وجينا لهنا، والناس ديالنا في المدينه قلنا لهم رحليمه تزوجت وسافرت مع راجلها. صافي فهمت فهمت. ايوا واش عندي ما نقول، يدك منك ولو تكون مجدامه. يمكن يكون داك الشيء اللي في بطنها وفي كرشها يكون هو سبب الخير علينا. وانا من جهتي اللي ربحته في وظيفتي نعطيه ليها باش تعيش حتى تولد، ولها مدبر حكيم. ايوا اش قلت يا خويا حميده؟ مرحبا بيها. نقولوا راجلها مسافر للخارج وساعه ساعه كيصيفط ليها باش تكون. هادشي اللي خاص تعرف حتى الولية عندي، على ما يعمل الله تاوي. وليد غزال سميته عبد الجليل. أخيار هو جليل. ايوا دابا فهمتي علاش رفضت بنتي تتزوج به؟ هو مسكن أسدار. عرفت كاش باغا تقولي لي. ايوا صغبي، اشنو ذنبه هو؟ اش عمل تحت ملك الله؟ اييه ايوا بنتي انا اشنو هو ذنبها حتى تتزوج بانسان ما عنده اصل؟ الحاج ويلي استغفر الله العظيم، البنت كانت كتصنت علينا. مزيان كيقولوا خطب لبنتك الراجل اللي يستحقها، غادي تكون حمقى الا تعلقات بالاوهام. والله ما كنت ضلناك الا راضي به وموافق عليه. لا ما عطيت حتى وعد. بنت اختي هضرات خليتها تقول كلامها، واللي جا لدارك جا لعارك، وهذه مالها حمقت تعلقات به؟ يالله شافته 3 ايام ما كاملاش، اش هاد العقل عند هاد بنات اليوم؟ اش عندهم؟ ايوا كيقولوا الهلا يطيح حبنا على حجره. هاد المثال في محله، الهلا يطيح بنتنا على حجره. ايوا هادي كثر من حجره، هادي هادي راه صخره صمه. سيري لعندها ردي لي عقلها، راه باقيه صغيره ومازال يخطب فيها سيد سيادو. ايوا الله يفك هاد الزره على خير. اما نسيب اللي غادي يعطيني الله دايزو الكلام. كنت صغير ما عمرني عرفت خالي راجل طيب وكريم لهذه الدرجة. مازال تعرفه كتر، أحسن واحد في العائلة. إيه وأنا نسيتيني؟ أنت خلاص خصك غير القرون وتولي غزال. يا كتضحكوا عليا، ما خفتوش ننزل لكم في الخلا هنا ونزيد خلفة؟ لا لا لا، غير غير شوف قدامك راك غزال وبلا قرون. دخلت عليكم بالله كي جاتكم خطيبتي، كتقول الشمس ضوي ولا نضوي؟ ايوا حتى يتزاد عاد سميه. لالا خالتي اش هاد الشيء عندك؟ واش بغيتي تسكتي ليا القلب تاني؟ الواحد اللي كان كسب هو قلبي. ايوا هي المباركه المسعوده اللي جبرات عريس بحالك. اسمعي انا وديك على لالا خالتي، الناس اللي كيعرفوا بحكاش كيقولوا عليا بلاتي بلاتي حتى تشوفيني لابس ديك الكسوه الكحلات العرس، وكان دور في التيفور والنقافات كيتقلوا عليا وكيقولوا اللهم إن هذا منكم. الصلاة والسلام على رسول الله، الصلاة والسلام على رسول الله. عندك عندك عندك، واش في قدامك يا هاد الصغبي؟ واش باغي تكون عريس في هاد الدار ولا في الدار الأخيرة؟ عافاك على لالا خالتي بلا تشاؤم، وأنا مازال ما شفت ما تشوفت، باقي حبق في سليلة. سليلة. وقتاش يوصل هذاك النهار؟ هذاك النهار اللي كان كون فيها نارس وفي نبي الزهرة لابسة لباس بيض العروسة ودايرة الشاب. زعما البوليس يكونوا ساقوا الخبر لذاك المبلغ الكبير ديال المال اللي كان مخبي حمودة، وبغاو يضربوني على الظن. ولكن أبدا أبدا أنا واش نعترف ليهم؟ أنا عاد بديت كنشم عبير الحياة ونضحي بكل شيء ونرجع للبؤس والحرمان. لا 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 لا، ماشي أنا حمقة، هديك بعدا الدية ديال بنتي سهل لي فيها الله مولاي الكريم،
لا العصابة ولا البوليس ما يشوفوا مني سنتيم الكح. إلا بقيت متبعة طريقات الشيطانة ماشي بعيد ترميني في البحر أو في الحبس. لا لا غير نفوز منها بداك الشي اللي في بالي. مرحبا بكم ونهرب من البلالي بليلي الإذاعية من نهار عرفتها ما عرفت تربح. واش تكون سكتو ها ما نخافوش ولا خدامين كتخططوا للمستقبل؟ بحالي لا علمك الله كل شيء تقدر تعرفه يا وليدي يا جليل. إيه. إلا راس بنادم. إيه على خالتي كيقولوا بعض العلماء غادين يخترعوا شي آلات إلا حطتها على راس بنادم تقرأ كل ما كيدور فيه من أسرار وأخبار وأفكار. نهار ينجح اليوم هذا الاختراع يفنى العالم. الله وحده عالم على الأسرار وهذه وحدة من النعم ديالو علينا. لا إله إلا الله. كنتم مع المسلسل الإذاعي أين الوفاء. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان، الهشمي بن عمر، المحجوب الراجي، محمد الرزين، ماريا صادق، بن عبد الله الجندي، أحمد الناجي، إكرام البصري، جيهان منيا، صفية الزياني، جمال بن شيبة، عبد الرحيم المنياري، هشام بهلول، ناجية الواعر، سعيد بالقداد، الحسين الحايل، رشيد الحراق، جمال بن شيبة وحميد زيان. هندسة الصوت الحسين الخرمودي بمساعدة فاطمة لتيمي. المخرج المساعد حميد زيان. تأليف محمد أحمد البصري. إخراج أنور الجندي.